مشاهدينا الكرام، نحن هنا في مخبز السلطان في مدينة غزة. هذا هو ثاني المخابز التي بدأت بالعمل في مناطق شمال وادي غزة بعد أن افتتح قبل يومين مخبز عجور في حي الدرج. بدك تصور لك شاط من جوه خبز مارك بفرجيك اياه. يعمل هذا المخبز برعاية من برنامج الأغذية العالمي الذي يشرف على كل تفاصيل عملية إنتاج الخبز هنا. مخبز السلطان الآلي هو مخبز تجاري أهلي، ولكن يبدو أن ثمة تنسيقاً أبرم بين برنامج الأغذية العالمي وبين إدارة هذه المخابز، يقضي بتشغيل عدد من المخابز في مناطق شمال وادي غزة. وهو مخبز أوتوماتيكي بالكامل، يعمل بالكهرباء والغاز. وهذه المخابز نسي الأهالي شكلها، وحتى شكل هذا الرغيف، شكل رغيف الخبز هذا نسيه الأهالي منذ شهور. منذ الشهر الأول من الحرب توقف عمل المخابز الأوتوماتيكية في مناطق شمال قطاع غزة. هذا رغيف البيتا المشهور شعبيا، نسي الأهالي شكله. يزدحم خلف أبواب هذا المخبز عشرات الآلاف من المواطنين في أدوار طويلة ينتظرون الحصول على ربطة خبز واحدة. بكم يباع؟ قديش الربطة تنباع؟ 5 شواكل. تباع ربطة الخبز ب5 شواكل، هو سعر مقبول جدا، هو أدنى من السعر الذي كان معمولا به قبل بداية هذه الحرب. كانت تباع ربطة الخبز بمبلغ 8 شواكل. يبدو أن برنامج الأغذية العالمي يدعم ويرعى هذا المشروع بشكل كلي. الله يعافيك يا رب. عامل في مخبز السلطان. طبيعه الاتفاق بيننا وبين برنامج الاغذيه العالمي انه البرنامج بقدم لنا الطحين والسولار عصبة انه نشتغل يعني ونطعم الناس. فالامور انه بقدم يعني برنامج الاغذيه العالمي اللي هو الطحين والسولار، وعندنا احنا اللي هو الخميره والسكر والايدي العامله وتامين المواطنين والصيانة لهذا، هذا كله على كاهل المخبز يعني. كم تباع الربطة؟ تباع الربطة بناء مع الاتفاق مع برنامج الغذاء العالمي انه بيها 5 شيكل مقابل 3 كيلو خبز. نعم، كم ساعة بنعمل في اليوم؟ بنعمل 24 ساعة. طاقة الإنتاجية بنطلع 2800 ربطة. 2800 ربطة كل 24 ساعة. هذا كافي للأهالي؟ لا، هذا غير كافي لأنه كمرحلة ابتدائية مبتدأ يعني انه الناس جعانة والناس فيش عندها طحين وفيش عندها خبز، فهذه الامور يعني بتخفف نوعا ما. يعني لو كل اسرة اخذتها ربطة يعني كثير جدا مش راح ياخذ يعني ربط، فايش منه يعني في 24 ساعة بدنا نشتغل.
هذا المخبز رقم 2. احنا بنطالب برنامج الغذاء العالمي انه يشغل كذا مخبز حتى يخفف عن كاهل المواطنين ويخفف المجاعة الموجودة في غزة يعني. فنرجو انهم ياخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار. في الوقت الحالي ما فيش كلام يعني، هم المخبزين اشتغلوا تحت كامل العجور والسلطان لحد هالجيدة. فالايام القادمة مش عارفين ايش البرنامج او ايش النظام اللي متبعه برنامج الغذاء العالمي. الآلاف من المواطنين ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على ربطة خبز واحدة. هذا الحي يسكنه قرابة 10,000 نسمة. سيستطيع هذا المخبز أن يوفر ربطات الخبز فقط ل2,800 عائلة فقط، بواقع ربطة لكل عائلة، لأن الطاقة الإنتاجية للمخبز هي 2,800 ربطة خلال 24 ساعة فقط. بالتالي سيستطيع بعض الأهالي الحصول على الخبز وآخرين لن يستطيعوا الحصول عليه في هذا اليوم. يعطيك العافية يا عم، كيف حالك؟ هيك الحمد لله. ايش بتستنى؟ والله احنا بنستنى ربطة الخبز. احنا يعني احنا بنشكر يعني كل من ساهم في توفير ربطة الخبز، يعني هذه يعني ريحتنا. نتمنى من الله يعني سبحانه وتعالى انه يعني المساعدة هذه في المخبز تتم وتفتح كمان مخابز افضل من هيك. واحنا كمان بنطالب الاهل عدم الاطفال تواجدهم في الدور، اريح لنا تاع المخبز اريح لنا. سؤال، مخبز واحد بكفي لاهل الحي هذا؟ والله مخبز ما بكفيش حي الصبرة. بدنا كمان ما مخبز او مخبزين يعني حتى يكون في اريحية للمواطن، حتى تاع المخبز لما بيعجن حتى الخبز بياخذ راحته في العجين. ليش لك ما تلقاش خبز البيت هذا اللي بيخبز المخبز؟ والله انا يعني تقريبا يعني لي فتره معينه او اشهر معدوده. اقول لك انا اقسم بالله بقيت يعني عمري حياتي اني بس امسك بس رغيف خبز. يعني احنا اكل عصافير اكلناه، اكل يعني الحيوانات اكلناه. يعني اقول لك انا والله العظيم يعني نحمد ربنا ونشكر ربنا اللي وقفنا على المخبز، يعني وقفنا بعزه وبكرامه اللي صرنا ناكل خبز طبيعي. حياة طبيعية رجعت، وبنشكر يعني كل إنسان ساهم معانا فتح المخابز كغطي الجنسية عربيا أو مش عربيا. نشكر كل إنسان ساهم معانا لفتح المخابز، ونتمنى من الله هيك كمان يعني يتعم المساعدات أكثر من هيك وتسهيلات أكثر أحسن من هيك يا رب. العافية بس، حياك الله. إلى هنا نصل مشاهدينا الكرام إلى ختام جولتنا في مخبز السلطان بحي الصبرة شرقي مدينة غزة. هذا المخبز هو المخبز الوحيد الذي يعمل في هذا الحي، يخدم حي تعداده يزيد عن 10,000 نسمة وطاقته الإنتاجية فقط 2,800 ربطة خلال 24 ساعة. يعمل هذا المخبز بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي. من المقرر كما فهمنا أن يتم افتتاح مخابز أخرى في الأيام المقبلة. لقناة الجزيرة مباشر، يوسف فارس من حي الصبرة شرقي مدينة غزة.